عودة إلى ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، حيث يجسد قرار المغرب عدم المشاركة في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه الأزمة، يجسد تعبيرا عن استراتيجيته من أجل إرساء الاستقرار والسلام على الصعيد العالمي، كما يجسد موقفه الحكيم والمتوازن من خلال عدم تشجيعه على اللجوء للقوة لتسوية الخلافات بين الدول. لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من مراكش إدريس الجريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض والخبير في تدبير الأزمات. أستاذ إدريس، صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. إذن قرار المغرب بعدم المشاركة في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، بداية ما هي حيثيات وأبعاد عدم مشاركة المغرب في التصويت على قرار يدين روسيا في أزمتها مع أوكرانيا بالأمم المتحدة؟ أولا، الأمر يتعلق بخيار سيادي، وبكل تأكيد أن موقف المغرب سبق أن عبر عنه من خلال بلاغ وزارة الخارجية بشأن الأزمة، وكان طبعا واضحا في هذا الخصوص. الأمر الثاني، أن يعني عدم التصويت هو أمر يعني طبيعي في العلاقات الدولية، وكثير من الدول طالما يعني اتخذت مثل هذا القرار أو اتخذت مثل هذا الخيار، لأنه ينم أولا عن محاولة يعني طرح مجموعة من الحيثيات ومجموعة من التطورات المرتبطة بالأزمة. وطبعا يمكننا أن نستحضر هنا ما جرى في أزمة الخليج الثانية، عندما كانت الأمور ساخنة وتبين على أن كثير من الدول التي يعني كانت متحمسة لدفع هذا الطرف أو ذاك يعني كانت خاطئة إلى حد ما. وأعتقد بأن الظرفية اليوم في ظل يعني وجود معركة في الميدان ومعارك أخرى على مستوى الإعلام وتضارب الأخبار تقتضي قدرا من الحذر وقدرا كذلك من التروي، خصوصا فيما يتعلق بتوظيف الأمم المتحدة كجهاز دولي مرتبط بإدارة الأزمات في هذا الخصوص. لكن كما قلت، المغرب سبق له أن عبر بشكل واضح فيما يتعلق بموقفه من الأزمة. يعني المغرب، يعني موقف المغرب أستاذ كان واضحا، يعني أنه يريد أن يجسد الأمن والسلام والاستقرار على الصعيد العالمي. يعني موقف المغرب في النزاع الروسي الأوكراني، يعني كيف تقرؤون هذا الموقف، وما هي الإشارات التي يتضمنها الموقف المغربي في هذا السياق؟ طبعا الموقف الذي جاء مباشرة بعد يعني لا نقول الأزمة، لأن الأمر الآن يتعلق بحرب يعني وإن كانت محدودة ولكنها حرب، على اعتبار أن الأزمة خرجت عن نطاق التحكم والسيطرة في كثير من جوانبها. في هذه في المرحلة، في بداية يعني تطور الأمور، المغرب عبر عن موقفه من خلال التركيز على ثلاث نقاط أعتبرها مهمة جدا وتنسجم مع مقتضيات القانون الدولي ومع ميثاق الأمم المتحدة. الأمر الأول وهو رفض اللجوء إلى القوة العسكرية أو القوة بشكل عام في تدبير المنازعات أو مجرد التهديد بها. ثم النقطة الثانية وهي التأكيد على وحدة وسيادة الدول. النقطة الثالثة وهي متصلة أساسا ب يعني التأكيد على ضرورة اللجوء إلى السبل والوسائل الدولية المختلفة المنبثقة من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي فيما يتعلق بتسوية المنازعات. وهذا أعتقد بأنه أولا ينسجم مع الشرعية، ويؤكد طبعا يعني الاستيعاب المغرب لما يجري، وطبعا ولم يتسرع في يعني كما قلت يعني التموقع بصورة يعني متسرعة في هذا الخصوص، ولكن هو انصاع إلى مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية في هذا الخصوص. وتعقيبا على هذا أستاذ الجريني، يعني المغرب كان واضحا في بلاغ الخارجية حيث تحدث بلغة الأمم المتحدة، المغرب مع ميثاق الأمم المتحدة، مع احترام الوحدة الترابية للدول. كيف تنظرون الآن إلى تشجيع المغرب دوما الحوار والتفاوض بين الأطراف من أجل وضع حدا للنزاعات؟ طبعا هذا الموقف أعتقد بأنه ينسجم إلى حد كبير مع المبادئ وثوابت السياسة الخارجية المغربية، التي طبعا أولا تقوم على تعزيز السلم والأمن الدوليين، وعلى طبعا العمل دائما على تدبير المنازعات ودعم الخيارات السلمية،
ويمكننا هنا أن نستحضر طبعا انخراط المغرب في تدبير الأزمة الليبية، نستحضر كذلك انخراط المغرب كذلك في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، نستحضر كذلك استضافة المغرب لمجموعة من اللقاءات الدولية التي تدعم السلم والأمن، وهذا طبعا موقف أعتقد بأنه تاريخي للمغرب، وينسجم كذلك مع موقعه ومع علاقاته المتينة مع مختلف القوى الدولية. لا ننسى بأن المغرب نهج في السنوات أو في العقود الأخيرة يعني خيار تنويع شركائه وخيار تعزيز علاقاته مع مختلف القوى الدولية، وكذلك في علاقته في إطار جنوب جنوب، ولذلك طبعا يعني خيار تسوية المنازعات وخيار تعزيز السلم والأمن الدولي هذا ينسجم إلى حد كبير مع مبادئ وخيارات السياسة الخارجية للمغرب. يعني موقف المغرب أستاذ دريس يعني من التصويت في الجامعة أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني المغرب يتمسك بالسلام والاستقرار الدوليين ويتمسك بمبدأ التسوية السلمية للنزاعات، أليس كذلك برأيكم؟ بكل تأكيد. أنا قلت في بداية الأمر أننا اليوم أمام معركة تجري في الميدان، وطبعا معركة يعني معروفة أطرافها على المستوى يعني المباشر، ولكن أعتقد بأن الوقت ما زال مبكرا لكي نحكم أو لكي نتحدث عن ملابساتها بشكل واضح، وخصوصا إذا استحضرنا على أن الأمر بكل تأكيد هو يتجاوز روسيا وأوكرانيا، هناك أطراف دولية، هناك أجندات، هناك استراتيجيات تفرض هذا الحذر، لأنني كما قلت أعود إلى الممارسات الدولية كحرب الخليج الثانية التي تبين فيها مثلا أن كل من كان متحمسا لغزو العراق للكويت في فترة التسعينيات كان خاطئا، وخصوصا وأننا لاحظنا كيف انتهت الأمور يعني فيما بعد. فنفس الشيء أعتقد بأن المغرب يعني على مستوى أعطاء موقفه كان واضحا منذ البداية مرتبطا بالتموقع إلى جانب الشرعية الدولية، ولكن فيما بعد طبعا الأمر يتعلق بقرار صادر عن هيئة دولية، يعني وكلنا يعرف المشاكل التي وجدها أو وجدها مجلس الأمن في طرح أو إصدار قرار متعلق بالحالة. فالجمعية العامة يعني أعتقد بأن هذا التأني هو مهم جدا. طيب، ربما قريبا سنكون أمام وضوح الرؤية أكثر. باختصار شديد أستاذ دريس، يعني في مثل هذه الأزمات يتجدد التأكيد على الحس الإنساني للمغرب ويتجسد من خلال إجراءات ملموسة، كيف يدبر المغرب مثل هذه الأزمات برأيكم؟ طبعا لأنه السياسة الخارجية في عالم اليوم هي لم تعد تقتصر فقط على بعض الآليات التقليدية، واستحضار الحس الإنساني المبني على تقديم المساعدات الإنسانية واستحضار كذلك السلم بمفهومه الشامل أو مفهومه الإنساني الشامل هو مهم جدا، وأعتقد بأن المغرب يعني في كثير من اللحظات يعني استحضر هذا الأمر، نستحضر آليات المساعدات الإنسانية التي طبعا تجد يعني صورها في كثير من الأزمات سواء على المستوى المنطقة العربية أو في مناطق أو في إفريقيا أو على المستوى الدولي، وحتى في ظل جائحة كورونا التي كان فيها العالم منكفئا على ذاته ويفكر أو كثير من الدول تفكر في حاجيتها الداخلية، المغرب ظل يستحضر هذا البعد الإنساني من خلال توجيه مجموعة من المساعدات إلى بعض الدول في إفريقيا وغيرها. نعم، وهذا أعتقد بأنه مهم جدا في هذه المرحلة التي طبعا يعيش فيها العالم على إيقاع أزمة حقيقية أو حرب يعني منفتحة على كل الخيارات، فالتروي واستحضار البعد الإنساني هو أمر مهم جدا في مثل هذه اللحظات. دريس القريني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض والخبير في تدبير الأزمات، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات. مرحبا.